السلام عليكم طلاب الصف السادس، مادة اللغة العربية. كنا في الفيديو السابق تحدثنا عن المثنى وشرحنا المثنى وإعرابه. دعونا نعمل مراجعة بسيطة لما أخذناه سابقا. قلنا أن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة حروف. ما هي هذه الحروف؟ ألف ونون أو ياء ونون. على مين؟ على الاسم المفرد. ولا يكون المثنى إلا اسما يصاغ من الأسماء فقط. والنون دائما تكون مكسورة. نون المثنى دائما تكون حركتها الكسرة. طيب، من حيث الإعراب قلنا أن المثنى ما بعربه بالحركات ضمة، فتحة، كسرة. ما بعربه بالحركات، بعربه بالحروف. قلنا إذا جاء الاسم في موضع الرفع، موقع الإعرابي رفع، برفعه بالألف لأنه مثنى. إذا أجا موقع الإعرابي نصب، منصوب بالياء. ليش؟ لأنه مثنى. إذا أجا مجرور، مجرور بالياء لأنه مثنى. طيب، نفتح الكتاب صفحة 21 على التدريبات. السؤال الأول: ثني الأسماء الآتية: سيارة، طفل، كتاب، معلمة. نبدأ بالاسم الأول: سيارة. سيارة مفرد، ما المثنى منها؟ سيارتان أو سيارتين، بضيف ألف ونون أو ياء ونون، والنون تكون مكسورة. طفل، طفلان أو طفلين. كتاب، كتابان أو كتابين. معلمة، معلمتان أو معلمتين. تمام؟ السؤال الثاني: أكمل الفراغ فيما يأتي مما ورد بين القوسين. ألف، حفظ سامر، لدي هنا قصيدتين أو قصيدتان، واحدة بالياء والنون، واحدة بالألف والنون، أي واحدة فيهم صح؟ لنرى. حفظ فعل ماضي مبني على الفتحة، أين الفاعل؟ سامر، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، المفعول به إذن قصيدتين أو قصيدتان؟ بدي أختار اللي بتكون نصب، حكينا إنه المثنى ينصب بالياء، إذن بختار قصيدتين. ليش؟ لأنه جاءت مفعول به، والمفعول به أنا بعرف إنه بيكون منصوب، والمثنى منصوب بالياء، إذن عطول بختار قصيدتين. تمام؟ ب، عادة المسافرين ولا المسافران؟ لنرى. عادة فعل ماضي مبني على الفتحة، وين الفاعل؟ الفاعل مرفوع، عندي هون مثنى، أنا بعرف إنه المثنى مرفوع بيكون دايما بالألف، إذا بختار المسافران. ليش اخترت المسافران يا سادس؟ لأنها رفع، لأنها فاعل. عادة المسافران، المسافران فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. ليش؟ لأنه مثنى. جيم، سلمت على المعلمين ولا المعلمان؟ لنرى. سلمت فعل وفاعل، على حرف جر، بعد حرف الجر بيجي اسم مجرور. اسم المجرور في إذا كان مفرد بيكون مجرور بالكسرة، لكن هون عندي مثنى. المثنى حكينا يجر بماذا؟ بالياء، يجر بالياء، إذا بختار المعلمين. ليش اخترت المعلمين؟ لأنه مثنى والمثنى يجر بالياء وهو اسم مجرور. إذا كيف بعربه؟ اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. كتبت حنين قصتان أو قصتين. كتبت حنين فعل وفاعل، أين المفعول به؟ هنا، هنا مثنى.
بختار قصتان ولا قصتين؟ موقع الإعرابي لهاي الكلمة مفعول به، والمفعول به منصوب، والمثنى بيكون منصوب بالياء، إذا بختار قصتين، ما بختار قصتان، قصتان غلط، لأن هي مش مرفوعة، هي مفعول به منصوب هون. الوالدان مطاعان ولا مطاعين؟ الوالدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، أين الخبر؟ هنا، إذن الخبر أنا بعرف إنه مرفوع، وهون مثنى، وعلامة رفع المثنى الألف، إذن بختار مطاعان بالألف، تمام؟ طيب، السؤال الثالث، هات مثنى صديق، ثم ضع المثنى في جملتين مفيدتين يكون في الأولى مرفوعاً وفي الثانية منصوباً. أول إشي، مثنى صديق، صديقان أو صديقين، بدنا جملة الأولى تكون مرفوعة والثانية منصوبة. مثلاً أقول سافر الصديقان، سافر فعل ماضي، الصديقان فاعل، هون أجت مرفوعة بالألف. الثانية تكون منصوبة، رأيت الصديقين، رأيت فعل وفاعل، أين المفعول به؟ الصديقين، تمام؟ الصديقين منصوبة بالياء. السؤال الرابع، ميز المثنى من غيره مما ألفه ونونه أو ياؤه ونونه غير زائدتين فيما يأتي. ما معنى هذا السؤال؟ في أسماء باللغة العربية بتنتهي بياء ونون أو ألف ونون، لكن ما بتدل على مثنى، بتكون الياء والنون والألف والنون حروف أصلية في الكلمة، إذا حذفتها بتغير معنى الكلمة، تمام؟ خلونا نشوف. ألف، قالت نسرين، هنا عندي كلمة نسرين، هل هي مثنى؟ لا. ليش؟ لأنه الياء والنون هون جزء من الكلمة، ما بستطيع أني أستغني عنها، إذا حذفتهم بتصير الكلمة نسر، بتغير معنى الكلمة تماما. إذن نسرين هي ليست مثنى، بكتب ليست مثنى، لأنه الياء والنون حروف أصلية في الكلمة. لأختها حنان، حنان ألف ونون، مثنى؟ لا، اسم لكن ليس مثنى. ليش؟ لأنه الألف والنون حروف أصلية في الكلمة. لقد ذكرت وصية لقمان، لقمان، لقمان ألف ونون، هل هي مثنى؟ لا، لأنه اسم، هذا الاسم الألف والنون فيه أصلية، ما بستطيع أني أستغني عنها. إن بر الوالدين مرتبط بشكر الله عز وجل، فليت كل إنسان، إنسان ألف ونون، ليست مثنى. هنا الوالدين مفردها الوالد وهي مثنى، إذن هاي بحط عليها دائرة وهي مثنى، تمام؟ الوالدين مثنى، إنسان ليست مثنى، الألف والنون هنا أصلية. ب، قدمت سارة الشكر والعرفان، العرفان، الألف والنون هنا أصلية، تمام؟ إذن هنا ليست مثنى، العرفان ليست مثنى. لكل من وقف إلى جانبها بعد أن أكملت دراستها الجامعية العليا في عامين بامتياز، عامين، ياء ونون، مفردها عام، إذن هنا مثنى، لأن لو حذفت الياء والنون تبقى الكلمة بمعناها، عام مفرد، عامين تدل على اثنين، إذن عامين بحط عليها دائرة وهي مثنى.